حضرتك للاو تي في، فكنت عايزه اتعرف على حضرتك اكتر وعلى المكتب اي ال اتش. انا تامر عبد المعطي، محامي بالنقد، الحمد لله خبره 21 سنه. اي ال اتش هو اختصار لانترناشونال ليجل هاوس. احنا المكتب اتاسس في 2015. نشاطنا الرئيسي هو تاسيس الشركات، وبنقدم الخدمات للمستثمرين من بدايه من التاسيس لغايه ما يليه من الاجراءات من كافه الاستشارات القانونيه. وبنقدم ميزه طبعا ان احنا بنقدم الاستشارات الضريبيه متواكبه مع الاستشارات القانونيه، بحيث المجتمع المصري عنده بيفصل دايما بين ما هو قانوني ما هو ضريبي، مع ان احنا بنحاول نقرب، لان هو اي اجراء قانوني بيترتب عليه اثار ضريبيه قد تاثر على العميل او المستثمر. فاحنا الحمد لله مكتبنا بيجمع بين الموضوعين دول، سواء في القانوني او الضريبي. شغل حضرتك في مصر بس ولا في كمان بره؟ الحمد لله احنا دلوقتي بنقدم الخدمات بتاعنا، يعني دلوقتي احنا ابتداء مع تطبيق قانون الفات في دول الخليج، وبالاخص الدولتين اللي ابتدوا في التطبيق الفعلي، دولة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. فاحنا الحمد لله دلوقتي في تعاون مع بعض المكاتب في دولة الامارات العربية المتحدة، وبالفعل بدأنا تقديم بعض الخدمات ابتداء من 2018 اللي هو تاريخ تطبيق القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. بحيك ايه رأيك ان في وجود قناة قانونية مختصة ان هي تغطي الحاجات القانونية؟ والله ده شيء كويس جدا، واعتبره دي مع تطور الميديا والتكنولوجيا اللي بنعصرها اليومين دول، دي حاجة كانت ملحة وضرورية جدا، وانا شايف ان الموضوع كويس جدا، واتمنى ان هو على الصعيد في اقرب وقت ينتشر ويكون ليه صدى، ويكون الفحوى بتاعه ليه تأثير على المجتمع المصري، لان المجتمع المصري محتاج توعية قانونية مهمة جدا. طيب السنة دي اول سنة لحضرتك انك تشارك في الايفنت، فايه اللي خلى حضرتك انترستد انك تشارك فيه؟ اولا لحاجتين، انا عمري ما اشتركت فعلا، انا شايف ان كان محتاج ان احنا نطلع على المكاتب اللي تعتبر شركاء لينا في المجتمع المصري، ونعرف ونشوف الشباب وندعمهم. وانا الصراحه اتبسطت جدا بامانه، وشفت شباب طموح جدا، ودي مبشره خير للمجتمع القانوني في مصر يبقى، ومصر طول عمرها رائده في المجتمع في المجال القانوني، فانا فخور جدا باللي انا شفته النهارده. طيب راي حضرتك ايه في التطور اللي وصل له المجتمع القانوني لحد دلوقتي؟ والله هو حاليا كويس، نقدر نقول كويس، لكن احنا بنتطلع للجيد والممتاز. محتاجين شوية من المشرع المصري، بعض التشريعات قديمة جدا، في تشريعات عندنا من الاربعينات ومن الخمسينات محتاجة تدخل تشريعي في أسرع وقت. لكن بالنسبة للأهم واللي احنا حاجة المجتمع المصري أو الاقتصاد المصري، اللي هو التطور جذب مستثمرين كتير، فأنا شايف إن هي بداية صدور قانون الاستثمار الجديد، دي خطوة جيدة على الطريق إن شاء الله، ويتبعها شوية قرارات جريئة في تطوير بعض التشريعات الأخرى إن شاء الله بإذن الله.